اسمي محمد شاويش، عمري 17 سنة. أنا منال أبو صافية، عمري 20 سنة. ولدت في عمان وعشت يعني فيها بشكل عام. شو أقول كمان؟ أنا ولدت بالشون الجنوبية البلقاء وبرضه ساكنة هناك بالشون الجنوبية. هسا المشكلة اللي بشكل عام أنا بشوفها يعني هي المنتشرة كثير اللي هي موضوع الإهمال، وهي فعليا بحس أنها هي سبب المشاكل كلياتها، لأنه هي يعني اللي بتأدي لأنه يصير عنده تفكير بالعنف والحكي هذا بشكل عام. أنا أكثر شيء المشاكل اللي بواجهها الأطفال إنه قلة الدورات التعليمية للأطفال، إنه ما في شيء بحفزه بينمي تفكيره. أوكي. التطبيق بشكل عام فكرته انه هو يعني بيستهدف الاطفال اللي هم يعني ما عندهم شو اسمه ما عندهم اي معرفه في حمايه الطفل، وبعطيهم يعني بعطيهم هاي المعلومات عن طريق لعبه، بحيث انه هو ما ياخذ هاي اللعبه وما يعني ما يعرف هاي المعلومات بشكل عشوائي، انه يكون هو بشكل عام الشيء بالنسبه له ممل يعني. اما هو بضل يلعب هاي اللعبه باستمرار، فبهاي الطريقه يعني بضل متذكر هاي الشغلات في كل مره بفوت فيها على اللعبه. اللعبه هاي التطبيق يستهدف الاطفال من عمر 6 سنين ل 18 سنه. كل مرحله كانت تستهدف يعني عمر معين، من الكلام، من الالعاب، من الالوان، يعني كانت تستهدف كل هاي جميع الاطفال. هي الفكره اخذناها من الاطفال بس احنا نمينا عليها، يعني هو الاطفال حكوا لنا اعملوا لعبه واحنا طورنا على هذا الشيء. محمد اشتغل على برمجه التطبيق وانا على الديزاين والتصميم. انا كانت علي انه الصور، شو الصور اللي تجذب الطفل، صور الحقوق وبرضه الالوان، الالوان اللي اشتغلنا عليها. اشتغلت اول شيء على البرمجه بحيث انه انا كيف اقدر اخلي هذا التطبيق يكون سريع، يعني بحيث انه ما يطول، ما ياخذ لودينج او تحميل او شيء زي هيك. فكره الاطفال من الاطفال انه احنا الفكره كفكره اخذناها من اطفال المهارات، فهذا التطبيق احنا هو ما راح يروح ل يعني فئة الكبار، هو برضه راح يروح لفئة الأطفال، يعني هيك الفكرة راح تصل إنه فكرتهم إنه هاي طلعت الفكرة من الطفل، أكيد إنه الطفل الثاني اللي بده يعني يلعب على هاي اللعبة راح أكيد راح يستقبلها بروح معنوية. إنه إحنا حتى لقدام يعني هو مش نهاية التطبيق إنه إحنا يعني تم تنزيله في جوجل بلاي كنسخة أولى، لا هو راح يتطور أكثر لقدام. يعني على حسب رأي الأطفال في هذا التطبيق، شافوا في مرحلة مملة إحنا ممكن نغير فيها، اقترحوا اقتراح ممكن نضيفه، فإنه التطبيق فعليا هو مبني يعني على تفكير الطفل هو إيش الشغلات. يعني الإشي اللي قدمت لي إياه إنه شبكتني مع ناس ما كنت متوقعة إنه راح أتعرف عليهم مثل محمد، اكتسبت من الخبرات. و الاشي الثاني التعليم اللي تعلمته انا عشان انجز هذا الاشي، يعني هم فعليا قدموا لنا يعني بشكل مشترك النصائح والاشياء اساسا احنا نقدر يعني نطور هذا الابلكيشن، بالاضافه للدعم اللي كان ممثل يعني في الاحتياجات تاعت الابلكيشن بشكل عام مثل السيرفر والادوات اللي بشكل عام احنا استخدمناها. اكيد احنا حاليا احنا بمجتمعنا كبار صغار حتى ذو الاحتياجات الخاصة يعني بيستخدموا التكنولوجيا، كل شيء بالحياة صار تكنولوجيا، فأكيد إنه التكنولوجيا هي أكثر يعني وسيلة رح توصل المعلومات للطفل، كونه يعني بالأخص إنه الأطفال هم المتعلقين فيها يعني. يعني صارت الطريقة الأسهل إنه الواحد يقتنع عن طريق الفيديوز، عن طريق الابلكيشن، الويب سايت، الجيمز بشكل عام، هي صارت تحدث يعني التغيير، لانه الاطفال زي ما حكينا بالتطبيق انه احنا يعني لما قدرنا نوصلهم احنا عن طريق اللعبه، في نفس الوقت هم بتعرفوا على الشغلات هاي، فانه يعني ما احسن هاي الطريقه من انه احنا نقعد نتعامل معهم، فعشان هيك بتضل التكنولوجيا يعني هي رائده على كل شيء. انهم يعني بنصحهم انهم ايش يسووا؟ يعني يدمجوا قدراتهم مع بعض، لانه فعليا واحد ما بيقدر ينجز الشغل كامل او ما بيقدر يعمل المهمه هاي كامله، اما في حاله انهم دمجوا خبراتهم مع بعض راح يقدروا يطلعوا في شغلات كثير كبيره هم ما كانوا يتوقعوا اساسا انهم راح يوصلوا لها. ان شاء الله.
ما بيعجزوا عن إشي. مثلا أنا كنت أواجه صعوبات بالتصميم في أدوب فوتوشوب، ما كانت إنه عاجز لإلي، بالعكس كان تحدي إنه هذا الإشي ما بعرفه بدي أعرفه عشان أنجز هذا الإشي. إنه إحنا على المدى القريب إنه إن شاء الله هذا التطبيق رح يكون له نجاح كبير في الأردن حسب همتنا إنه على السوشيال ميديا رح ننشره. على المدى البعيد إنه بدنا مش بس على مدى الأردن، بدنا كل المنظمات تعرف فيه، مش بس TDH، بدنا كل العالم. فكرتنا إنه هاي طلعت من أطفال الأردن من كل العالم تعرف فيه.